الأمر الثاني بالنسبة للكذب كبيرة من كبائر الذنوب، ولذلك ربنا جل وعلا حرم الكذب. إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون. وربنا جل وعلا قال: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والكذب، إياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. وصح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: آية المنافق ثلاث، ذكر أول شيء إذا حدث كذب، ولذلك من صفات المنافقين الكذب في الحديث. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يكره الكذب حتى يعرف في وجهه إذا رأى رجلا كذب. وكانت امرأة كما في الحديث الصحيح، في الحديث نعم اللي في السنن، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان عند امرأة من الأنصار فقالت لابنها: تعال هاك أعطيك، تعال هاك. قال: ما تعطينه؟ فقالت: تمر يا رسول الله. قال: لو لم تكن لحسبت عليك كذبة. وأيضا ما رخص النبي عليه الصلاة والسلام في الكذب إلا في ثلاث: في الحرب، والإنماء يعني الإصلاح بين الاثنين، وكذب الرجل على امرأته يعني في مدحها والثناء عليها. أما بقية الكذب فمحرم. وأخ الفاضل، إذا كان هذا الأخ استجاب لك وانتفع بنصيحتك وموعظتك، الحمد لله، أنت الآن أبقيت على صداقتك له وزمالتك إياه وصحبتك له، والحمد لله أثرت فيه، أثرت فيه. أما إذا كان لا يستمر على الكذب فلا خير في صحبة الكذاب. قال علي رضي الله عنه أو غيره: الكذاب كالسراب، الكذاب كالسراب. ولذلك الكذاب ربما يتخلى عنك في ظرف تكون أحوج ما تكون إليه، ثم يبيعك، وربما يورطك بمثل هذه الكذبات. ولذلك استمر معه في النصيحة وأثر عليه وبين له حرمة الكذب. إن استجاب استجاب، ما استجاب لا خير في صحبة الكذاب.